تبدو آخر التطورات سواء كانت ميدانية وإن كانت هناك أي تطورات على الصعيد السياسي أيضا. يعني في الساعتين الأخيرتين ورد أن القوات الأوكرانية تمكنت من إجبار القوات الروسية على التراجع في طريق لجانسكي بخموت، وهذا ما أعلنه حاكم لوغانسك الأوكراني، وقال إن هذا يفتح الطريق السريع أمام القوات الأوكرانية حتى تتمكن من إمداد قواتها لاستمرار مقاومتها في لوغانسك في شرقي أوكرانيا. هذا ربما يكون التطور الأخير أو الوحيد الذي يمكن اعتباره تقدما نسبيا للقوات الأوكرانية في مقابل التقدم الروسي الذي يمتد لنحو أسبوع، هذا اليوم 95 من بداية الحرب. في أيضا في ما يمكن اعتباره تقدما نسبيا للقوات الأوكرانية، ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية صباح هذا اليوم أنها تمكنت من إسقاط طائرات بدون طيار وكذلك تدمير 5 دبابات روسية والتصدي لنحو 10 هجمات روسية على شرقي الدنباس في لوغانسك ودونيتسك، وأنها تواصل إعادة تموضع قواتها من أجل استمرار الدفاع عن الشرق الأوكراني الذي يعترف الجميع هنا في كييف بأن الوضع العسكري فيه في غاية السوء، بل ربما يكون أصعب مما يتخيل الكثيرين. الأمر الآخر ما يتعلق بإمدادات الأسلحة الغربية للجانب الأوكراني حتى يتمكن من استمرار مقاومته للهجمات الروسية. الجانب الروسي طبعا يعتبر أن ذلك يعني رغبة غربية في استنزاف استمرار المعارك واستنزاف القوات الروسية دون النظر إلى المصالح الأوكرانية. على الجانب الأوكراني يقولون إنهم سيتلقون مزيدا من المعدات العسكرية والأسلحة المتقدمة، وهذا ما أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كلمة للشعب مساء أمس عندما أشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد مزيدا من الدعم العسكري للقوات الأوكرانية. هذا على التطور الميداني العسكري، وهذا التطور الذي يمكن أن تشهده ساحات القتال في الأسبوع المقبل. شكرا لك مفدنا سمير عمر، كان معنا من كييف.